أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها أهداف وجدوى زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء في إطار التحضيرات لإطلاق جولة ثالثة من المفاوضات بين الحكومة والميليشيا. وصل إلى العاصمة صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد ساعات من لقائه بالرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار التحضيرات لإعلان موعد ومكان انعقاد جولة جديدة من المحادثات تسعى الأمم المتحدة لإقامتها قبل نهاية مارس الحالي. ووفقا لمصادر سياسية، فإن المبعوث الأممي سيجري لقاء مع ممثلين عن الحوثيين والرئيس المخلوع لعرض مقترحه بتنظيم الجولة القادمة من المحادثات. وكان ولد الشيخ التقى الرئيس هادي في الرياض الذي قال إن كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. وحققت الجهود السياسية اختراقا في الأونة الأخيرة تمثل بتهدئة نسبية على الحدود اليمنية السعودية بالتزامن مع أنباء توجه وفد من الحوثيين إلى المملكة في إطار تفاهمات غير معلنة، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابا على أي محادثات مزمعة بحسب مراقبين. زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء وجهود استئناف المباحثات بين الحكومة والميليشيا موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. ليست أول زيارة له إلى صنعاء منذ تسلمه مهامه الرسمية كمفاد أممي. ولد الشيخ أحمد في زيارة جديدة لبعث نيات الميليشيا في الجنوح للحل السياسي، جدول حافل ينتظر من قدم للتشاور معهم بشأن استئناف المباحثات بينهم وبين الحكومة. محادثات أخرى أم محاولة أخيرة لإيجاد تسوية تحل سياسيا ما يجري حله عسكريا بكلفة باهظة، هي دعوة أممية باركتها واشنطن وموسكو ووافقت عليها الأطراف اليمنية بإجراء جولة جديدة من المباحثات محورها القرار الدولي 2216. ينص القرار على انسحاب مسلحي الحوثي ومن معه من جميع المدن التي استولوا عليها بالسلاح، وأن يسلموا الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش من بينها استخدام القوة، لكنه لم يتخذ شيئا. حراك سياسي يتزامن مع استمرار نزيف الدم في مناطق عدة من البلاد، وبينما تقترب معركة تحرير صنعاء أكثر فأكثر من الحسم، تتمنى الأسرة الدولية للمباحثات أن تنجح. الحكومة وافقت ومنطقها ألا خسارة من المحاولة، وقال الرئيس هادي إن كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. ليس المهم انتقاء مكان انعقاد المباحثات، يقول وفد الحكومة التفاوضي، المهم أن تتعاطى الميليشيا بمسؤولية مع المساعي الدولية، فالتأخر في انطلاق المشاورات يرجع لعدم جاهزية الانقلابيين للحل السياسي. وبغض النظر يترقب الجميع أداء الميليشيا التي يضيق عليها الخناق، فلعلها فرصة أخيرة للنجاة وبأقل قدر من الخسائر. مشاهدينا الكرام، نرحب ضيوفنا من الرياض رئيس مستشاري فريق الحكومة التفاوضية الدكتور عبدالله العليمي، ومن جنيف الصحفي غمدان اليوسفي، ومن الرياض أيضا المحلل السياسي نجيب غلب. نبدأ معك دكتور عبدالله العليمي، مساء الخير بداية. مساء النعيم الكريم. دكتور، زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، هل من الممكن القول أنها تأتي لوضع ترتيبات نهائية لانطلاق الجولة الثالثة من المباحثات؟ في الحقيقة نحن نعمل أن تكون زيارة إسماعيل ولد الشيخ تكلل بالنجاح إلى صنعاء، خصوصا أن الكرة هي في ملعب الطرف الآخر الذي إلى هذه اللحظة لم يبدي التزام بما تم الاتفاق عليه في المشاورات السابقة. لازلنا نأمل أن يلتزم وأن يبادر إلى الذهاب إلى مشاورات بجدية صادقة، وأن يتعاطى بمسؤولية مع إجراءات بناء الثقة ومع استحقاقات الإطار العام للمشاورات. طيب، زيارة ولد الشيخ أحمد جاءت يعني هذه المرة بعد ساعات من لقائه بالرئيس هادي في الرياض، ما الجديد الذي يحمله ولد الشيخ؟ المبعوث الخاص يقوم بجهود مشكورة ومقدرة خلال الفترة الماضية كاملة، ويتنقل بين الطرف الشرعي والطرف الإنقلابي وبين الدول الراعية للعملية السياسية، وبالتالي هو يحمل استكمال الجهود السابقة في عقد جولة أخرى من المشاورات للمضي قدما في تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي. نحن نأمل، وأكدنا مرارا وفخامة رئيس الجمهورية كان واضحا يوم أمس، نحن على استعداد كامل وجاهزية مطلقة للذهاب إلى المشاورات، ومشاورات جدية تستند حقيقة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.
ليس امامنا الا ان نمضي بهذا الطريق بجديه كامله. ننتظر انه الطرف الانقلابي يلتزم وان يمضي في تنفيذ الاستحقاقات. نعم دكتور. طيب يعني ما هي ضمانات نجاح الجوله الثالثه من المفاوضات المرتقبه، وايضا ما الذي حمله ولد الشيخ؟ هناك من يقول ان ثمه مقترحات جديده اضافها الى جدول اعمال المباحثات، هل لديك اي تفاصيل حول هذه المقترحات؟ اسمعي، ولد الشيخ يبذل جهد في تنفيذ القرار، وبالتالي اي اشياء جانبيه هي في الاخير تصب في مرحله في مصلحه تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الامن. طيب وما هذه الإضافات الجديدة التي يعني تداولها مع الرئيس هادي وسيتداولها مع الحوثيين بحسب علمك؟ ليس هناك إضافات جديدة، هي أتكلم عن مساعي حثيثة وعن أفكار حثيثة لمسألة تنفيذ القرار، وبإمكان أي متابع أن يرجع إلى الإطار العام للمشاورات الذي يتحدث عن انسحابات وعن تسليم سلاح وعن قضايا يعني معروفة في القرار. طيب من ناحية إبلاغكم من قبل المبعوث الأممي بموعد ومكان انعقاد المشاورات القادمة، هل وصلتم إلى هذه المعلومات إلى الآن؟ نحن على استعداد للذهاب إلى المشاورات حتى غدا. طيب الدكتور عبد الله، يعني قيل ان ولد الشيخ احمد سيناقش مع قياده الحوثيين وصالح تعهداتهم السابقه بالافراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وكذلك جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين ايضا، باعتبار ذلك يعني من متطلبات اجراءات بناء الثقه والمساعده على انجاح المحادثات. ماذا لو رفض الحوثيون هذه النقطه؟ ما موقف الحكومه؟ نحن نأمل أن يلتزم الطرف الانقلابي بتعهداته السابقة في إجراءات ناتجة، وأعتقد أن المبعوث الخاص يبذل جهود مخلصة في أن تعطى مؤشرات إيجابية كالإفراج عن بعض المعتقلين أو المعتقلين السياسيين وعن الأسرى وفتح الحصار عن الأماكن التي لا زالت محاصرة وإدخال الإغاثة الإنسانية وإيجاد ممرات إنسانية. نحن نأمل أن يلتزم الطرف الآخر بإجراءات ناتجة، ولدينا أمل أنه تكلل مساعي المبعوث الخاص بالنجاح. طيب وفي حال لم يوافقوا هل ستذهبون للمفاوضات؟ نحن على استعداد للذهاب للمشاورات، ونحن لازلنا نأمل أن يحقق الجهد إسماعيل النجاح. طيب إذا كان هناك توجه نحو حل سياسي، هل يمكن أن يكون صالح جزء من هذا الحل ومن مستقبل البلاد؟ أي حل سياسي قادم سيأتي بعد استعادة الدولة تماما، ولا أعتقد مطلقا أن يكون صالح جزءا من التفكير في العملية السياسية القادمة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الله العليمي رئيس مستشاري فريق الحكومة التفاوضي، كنت معنا عبر الهاتف. ينضم إلينا الآن الدكتور نجيب غلاب المحلل السياسي. سيد نجيب، هل هناك أي فرصة في التوصل إلى أرضية مشتركة ما بين الحوثيين والمخلوع صالح، ومن طرف آخر بين السلطة الشرعية ومن ورائها التحالف العربي، كيعني كبارقة أمل يعتمد عليها ولد الشيخ في ما يقوم به الآن؟ أنا يعني حسب متابعتي للموضوع يعني الأطراف الإنقلابية سوى الحوثيين أو حتى جناح صالح في المؤتمر الشعبي العام، أنا أعتقد أن لديهم تناقضات كاملة ولا يوجد لديهم رؤية متماسكة فيما يخص كيف التعامل مع الحل السياسي. هناك أجنحة متطرفة داخل الحركة الحوثية ترفض بشكل كامل يعني الحلول السلمية وماشي في اتجاه الحرب، وهي غير لا تهتم أبدا لا بدولة ولا بشعب، لديها رؤية عقائدية وكهنوت سياسي تعتقد أنها ستدير حرب حتى تنتصر. وهناك جناح عقلاني يرى أن الحوثية قد خسرت كثيرا وأيضا ربحت في الوقت نفسه، وبالتالي هي اليوم في طور الانتقال إلى شرعنة المكاسب بعد هذه الحرب حتى لا تنهار بشكل كامل. المؤتمر الشعبي العام جناح صالح لديه أيضا رؤية مغايرة، يريد أن يكون هو يعني يريد أن يتعامل أيضا باعتباره طرف ليس فقط طرف انقلابي، لكن يريد أن يكون خارج الانقلاب وخارج الشرعية في الوقت نفسه، وبالتالي ما يمكن أبدا عملية اللقاء بين الحوثيين وصالح في وقت واحد بحيث يكون طرف موازي للحكومة الشرعية، هذا مش موجود حتى الآن ولم تحل هذه العقدة حتى اللحظة. المسألة الأخرى، الحوثية اليوم يتم التعامل معها وفق آليات الأمم المتحدة
باعتبارها هي الطرف الموازي للحكومة الشرعية، وهذه مسألة كارثية يشرع لوجودها وهيمنتها وسيطرتها حتى من خلال الحل السياسي، بما يعني أنه وصول إلى حل شامل وسلام دائم في اليمن غير ممكن إذا ظلينا نتبع نفس الآلية السابقة اللي يتبعها بن عمر، واليوم ولد الشيخ بعد هذه الحرب ما زال يمر بنفس الطريق المستقيم لبن عمر، ولم تتعدل هذه الآليات ولا حتى الرؤية للحل حتى من خلال مقررات مجلس الأمن نفسها. وبالتالي أنا أعتقد اليوم طاولة التفاوضات ما زالت طاولة ضيقة ولم تستوعب كل اليمنيين، وبالتالي لابد من خلق آلية إبداعية جديدة. إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من خلق هذه الآلية الجديدة للتفاوض بين اليمنيين، أنا أعتقد أن اليمنيين عليهم أن يكون لهم مسارهم الخاص للخروج من هذه المعضلة التي لم تتمكن الأمم المتحدة لا مئة أو أول في الفترة السابقة كانت سياسات بن عمر أدت إلى إنهاء العملية السياسية بشكل كامل، وأنا أخاف أن السياسات الحالية اللي يتبعها ولد الشيخ أن تؤدي إلى إنهاء فكرة الشرعية. نعم سيد نجيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الصحفي غمدان اليوسفي. أستاذ غمدان، يعني هناك توقعات بحدوث تقدم كبير في التحضير للجولة المقبلة من محادثات السلام، وهذا يعني يستند على تقدم حاصل في المحادثات التي يجريها ممثلون عن الحوثيين في جنوب المملكة العربية السعودية، كذلك هم التزموا بوقف الهجمات عبر الحدود مع وجود أنباء عن يعني خرقهم لهذه الهدنات، لكن ليست أكيدة على الآن. لكن أنت هل تتفق مع حديث عن تقدم في حصول المحادثات السياسية بشكل عام؟ بالنسبة للمحادثات السياسية يجب أن تتقدم في حال تم التقدم ميدانيا، أما إذا استمر الوضع عليه في مرحلة ما قبل جنيف 2 إلى هذه المرحلة فلا أعتقد أن هناك تقدم، كون المطالب التي طرحت في مدينة بيالة السويسرية حتى هذه اللحظة ما زالت قائمة من قبل الحكومة الشرعية ووفدها الممثل بوزير الخارجية حينها، والذي طرحه بشكل علني كونه مرتبط أساسا بالقرار الأممي 2216. إذن يعني لا يمكن الحديث بمعزل عن هذا الطرح الذي يتحدث عن بنود بناء الثقة المتعلق قضية لصرح المعتقلين وفك الحصار عن المدينة. ربما البند الأول تحقق جزءا منه، لا أتحدث عن يعني عن فتح الحصار بشكل كامل في مدينة تعز، لكن أتحدث عن فتح الحصار بالقوة بشكل يعني مؤقت بشكل جزئي عن المنطقة الشرقية في أو الغربية في محافظة تعز، بينما ما زالت المدينة محاصرة من الجهة الغربية بحيث لا تصل أي خطوط إمدادات من قبل يعني من أو أي خطوط للمدنية من اتجاه العاصمة صنعاء ومن اتجاه محافظة عدن من خط الراهدة، فبالتالي ما زالت هذه الأمور قائمة حتى هذه اللحظة، وبالتالي ما زالت تتوقف عليها أيضا المحادثات التي يدور الحديث عنها ويمكن أن تقع، سواء ما يدور الحديث عنه الآن أنها ستتم في الشهر الحالي في 25 من الشهر الحالي أو ما شابه ذلك، لكن لا أعتقد أنها ستتم في هذا التوقيت تحديدا لأنها مرتبطة بالبنود التي طرحت في جنيف 2 ولم تتزحزح لحظة أو لم تتزحزح قيد أنملة إلى الأمام، وإذا الحديث عنها حتى هذه اللحظة ما زال هو مجرد رؤى سياسية وطروحات من قبل المبعوث الأممي وآمال يتمنى الشعب اليمني بكامله أن تتحقق، لكن على الواقع ما زالوا يبعثون بتعزيزات إلى مدينة تعز، ما زالوا يفعلون الآلية في هذه النقطة تحديدا. أستاذ غمدان، نعم دعني أنتقل من هذه النقطة تحديدا إلى السيد نجيب غلاب. سيد نجيب، يعني أنت تتحدث عن قبل قليل عن وجود عقائديين لدى الحوثيين يريدون المضي بخيار العسكري إلى النهاية، لكن في نفس الوقت يتحدث الأستاذ غمدان عن أن كسر الحصار عن تعز جزئيا ولو بالقوة يعني هو أحدث فعليا على الأرض تغيير أو وضع لي يعني أحد إجراءات بناء الثقة التي كانت يعني كسر الحصار عن تعز وكذلك الإفراج عن المختطفين والمعتقلين. هذا التغير على الأرض ألا يفترض أن يدفع بهؤلاء العقائديين أو المقاتلين لدى الحوثيين بالتعقل أكثر، أم على ماذا يراهنون؟ هم شوف رهانهم على
هما يعني الطرفين، الطرف العقائدي المتطرف والطرف الثاني هو عقائدي لكنه أكثر عقلانية. هنا يعني فيما يخص إجراءات بناء الثقة اليوم على الحدود واضحة، هناك تهدئة لكن ليست تهدئة دائمة. اليوم في مشاكل على الحدود، وهناك أيضا تم فك الحصار على تعز بالقوة، وما زال ملف المعتقلين اليوم لا ندري ما الذي سيحدث في صنعاء مع إسماعيل ولد الشيخ. لكن بالأخير أيضا الحوثية لديها مخطط أيضا بديل، هي عملية إنتاج قوتها وسيطرتها أيضا من خلال المفاوضات السياسية نفسها. فمثل ما لكن لكن سيد نجيب يعني أثناء عملية المفاوضات السابقة سيد نجيب، يعني صحيح أن كان هناك اتفاق على هدنة، لكن استمر الحوثيين في خرق هذه الهدنة، واستمرت قوات التحالف بقصف مواقعهم، وكذلك الجيش، المواجهات مع الجيش الوطني كانت مستمرة. يعني وجود هدنة لا يعني توقف القتال على الأرض. هو القتال سيظل مستمر حتى لو ذهبوا إلى المفاوضات، لا يمكن أبدا أن يتوقف القتال بحكم اليوم والتداخل، يعني تداخل انتشار الحركة الحوثية في أكثر من جغرافيا، وكتل شعبية رافضة لهذه الهيمنة والسيطرة الحوثية على مناطقهم، وأيضا في مقاومة وجيش وطني يتحرك في الميدان. ولا يمكن أنا حسب تصوري أن يتم إيقاف إطلاق نار أو وقف العمليات العسكرية إذا لم يكن هناك حل سياسي واضح وهناك ضمانات كاملة في التنفيذ، لأنه الحركة الحوثية للأمانة لم يعد أحد يثق بها داخل اليمن. وبالتالي أنا من وجهة نظري أنه الأطراف اليمنية أو اليمنيين عليهم أن يضعوا رؤية بديلة لكيفية مواجهة الحركة الحوثية، وعليهم أن يفكروا بحلول جديدة قادرة على إنهاء هذه الثورة المضادة، وعلى الصف الجمهوري أيا كان موقعها اليوم أن يعيد بناء قوتها باتجاهات واضحة لإنقاذ البلاد من هذه الجائحة الخبيثة. طيب تفضل بالبقاء معنا سيد نجيب. أعود إلى الأستاذ غمدان اليوسفي. أستاذ غمدان، يعني هناك الآن حديث عن دخول وساطة ألمانية ما بين الحوثيين والسعودية، هذا التجاوز للحكومة الشرعية في المسألة اليمنية بشكل عام، هل سيكون يعني عائق أمام التوصل إلى يعني عملية سياسية حقيقية على الأرض واتفاق سياسي ملزم، أم أن فعلا يعني لدى الوسطاء وجهة نظر في أن بالأخير الحكومة الشرعية ستذهب إلى ما ذهبت إليه السعودية؟ في النهاية يجب الحديث عن مسألة وجود أي وساطة. في النهاية كل الوساطات بإمكانها تحقيق ولو نوع من السلام المؤقت في اليمن، لكن هناك يعني جدولة أو هناك بناء لبنود معينة يتفق عليها الجميع فيما يتعلق أن هذه الجماعة يعني جماعة مسلحة انتهكت وجود الدولة ودمرتها وسيطرت على مؤسسة الدولة، وبالتالي النقاش في خارج هذا الإطار أعتقد أنه لا يصب في مصلحة لا الدول التي تحاول التوسط لدى الجماعة، ولا في مصلحة أيضا الشعب، ولا في مصلحة الحكومة التي يعني بيدها ربما القرار الأممي الذي هو يعني المرجعية الأولى لأي نقاش أو لأي وساطة سياسية. أما ما خارج هذه النقاشات فأعتقد أنه يعني نوع من مسألة يعني تدمير الواقع السياسي أو القبض على المطالب الشرعية. نحن نتحدث عن دماء ذهبت، دماء سفكت في جميع المدن اليمنية بحجة ماذا؟ يعني حين نتحدث عن مدينة تعز تحديدا مثلا، نتحدث عن مدينة أجتيحت ويتم حصارها ليس لشيء فقط يعني ربما لمصطلحات واهية أنهم داعشيين وما إلى ذلك. يعني نتحدث حين وصلنا إلى مرحلة الآن تحرير جزء من المدينة، لماذا تحرير جزء من المدينة؟ فقط لإدخال جزء من الطعام والغذاء والدواء إلى هذه المدينة، وهو ما حدث بالفعل، وهو ما حدث أيضا وشاهدناه بالصور، تم إدخال نوع من الخضروات إلى سوق برباشا وما إلى ذلك. هذه الأمور التي هي عبارة عن أمور حياة سيادية بسيطة كان الناس يطالبون بوجودها، يعني أن تتحدث عن تواجد الخضار في سوق الخضار الذي هو سوق برباشا، هذه ربما مسألة أخلاقية أكثر مما هي أزمة سياسية. يعني أن تحاصر مدينة بالكامل من إدخال
الخضار والفاكهة إليها لكي يعيش الناس فقط. هذه المسألة الأخلاقية يجب التحدث عنها قبل أن نتناقش عن أي شيء عن أي أمر سياسي، وهو ما استكثرته علينا الجماعة الفوثية. استكثرت علينا أن يدخل أن تدخل الكوسة أو الطماطم أو المياه إلى مدينة. يعني هذه المسائل أعتقد أنها متعلقة بأخلاق الجماعة وليست متعلقة بالرؤية السياسية لبناء بلد يعني يعني من بطوله وعرضه، وهو الأمر الذي أيضا تم في مدينة عدن يعني حينما منعت الخضار والفاكهة إلى دخول المدينة حين كانت محاصرها في فترة سابقة. إذا هي ثقافة يجب أن نتحدث عنها كثقافة لبناء كثقافة بناء طيب دولة قبل أن نتحدث. انطلاقا من هذه النقطة أستاذ غمدان، نعم انطلاقا من هذه النقطة دعني أسأل أستاذ نجيب. سيد نجيب، يعني الدول الكبرى تتحرك وفق مبادئ أخلاقية وكذلك وفق المصلحة يعني التي تمشي أو تدور حولها سياستها الخارجية. في الملف اليمني نحن نلاحظ وجود ضغوطات سواء على الحكومة الشرعية أو حتى على الدول التحالف في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. إلى أي مدى ستصمد الحكومة في مواجهة هذه الضغوطات وفي نفس الوقت يعني وجود ضغوطات لدى المجتمع اليمني الذي يعاني من هذه الحرب؟ أستاذ نجيب، أستاذ نجيب هل تسمعني؟ نعم. ألو. نعم كنت. ألو أستاذ نجيب، سمعت سؤالي؟ هناك ضغوط. نعم. هناك ضغوط قوية من المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية وعلى دول التحالف، لكنهم لم يمارسوا أي ضغوط واضحة وبينة أو حتى معلنة على الحركة الحوثية والانقلاب. بمعنى اليوم أن هناك مصالح للمنظومة الدولية يعني تبدو لي أشبه بالمؤامرة فيما يخص مسألة تحويل اليمن إلى منطقة هشة وضعيفة مستمرة فيها حالة الفوضى والاضطرابات. وللأمانة أنا من وجهة نظري أن المجتمع اليمني وقواها المختلفة عليها أن تتحرك لحماية نفسها وإعادة ترتيب أوراقها، وبالتالي نحن بحاجة إلى يعني على الأقل حوارات ومصالحات مجتمعية موازية للحوار الذي تشرف عليها الأمم المتحدة. طيب يعني إلى أي حد يجب أن يعني تقف الحكومة بشكل قوي أمام الضغوط بشكل عام سواء من الداخل أو من الخارج، وما هي الأهداف الواضحة أو المحسوسة التي يجب عليهم أن يعني يتمسكوا بالحصول عليها قبل أي تسوية سياسية وقبل أي يعني حل سياسي أو عسكري؟ يعني أولا عملية إيقاف إطلاق النار أو إيقاف العمليات العسكرية على الأقل في الأرض، أنا أعتقد إذا حصل هذا ستكون كارثة وستتوسع الحركة الحوثية. هذا أولا. المسألة الثانية لابد أن يكون عندها رؤية واضحة وحاسمة ومسألة غير قابلة للجدل، وهو نزع سلاح الحركة الحوثية وبضمانات واضحة دولية وإقليمية وداخلية. المسألة الثانية لابد أن تفعل نفسها، تفعل من دورها وتواصلها مع المجتمع اليمني. الحكومة للأمانة ما زالت معزولة عن المجتمع وعما يجري في الواقع. المجتمع اليمني اليوم بحاجة أن يعيد لملمة صفوفه وخلق حوارات داخل المجتمع نفسه حتى نتمكن من إيقاف هذه الحرب الداخلية التي تقوم بها الحركة الحوثية. القبيلة اليوم والعسكر والأمنيين وبيروقراطية الدولة والمجتمع كله لم يعد يفد بالحركة الحوثية، ولكن لا يوجد تفعيل لهذه القوة وإعادة تنظيمها وخلق حراك اجتماعي قادر على المقاومة والفعل حتى بطريقة سلمية أو حتى من خلال المصالحات التي يتم خلقها. اليوم ما زال الصراع السياسي التقليدي الذي حصل قبل الانقلاب ما زال هو من أهم المعوقات وأكبرها في عملية الانتصار على الحركة الحوثية وإنهاء هذا الانقلاب. إذا انتقلنا إلى مرحلة جديدة وخرجنا من صندوقنا التقليدي إلى أفق جديد لفهم مستقبل اليمن، أنا أعتقد أننا سنفهم بطريقة صحيحة الخط المستقيم الذي سيحمي ثورة الشعب ويخلصنا من هذه الجائحة. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أنا أعتقد أن الحركة الحوثية ستكون هي الرابح بين كل الأطراف المتنازعة. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي أستاذ نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ غمدان اليوسفي الصحفي معنا. أستاذ غمدان، يعني تطرق الأستاذ نجيب إلى نقطة مهمة، وهي أن هناك يعني ما أسمها بعدم وجود ضغوط قوية على الحوثيين.
مقارنة بالضغوط الموجودة على السلطة الشرعية، هل يأتي ذلك من وجهة نظر المجتمع الدولي ومن وجهة نظر دول التحالف وكذلك اليمنيين أنفسهم بأن الحكومة في نهاية الأمر هي حكومة، هي دولة يتعاملون معها كدولة، بينما لا يمكن معاملة الحوثيين بنفس المعاملة باعتبارهم ميليشيات متمردة وانقلابية في ذات الوقت؟ للأسف إذا تحدثنا عن الحكومة وتواجدها وفهمها لعمق المسألة والإشكالية الحاصلة في اليمن وتغاضيها عما يدور تحديدا في محافظة تعز، محافظة تعز الآن تعتبر الورقة الرابحة سواء للحكومة أو للحوثيين، الحوثيين ناضلوا وقاتلوا كثيرا من أجل مسألة تعز، خصوصا حتى يعني مما يتعلق بجنة 2 إلى هذه اللحظة، يعني الحكومة تتغاضى عما يدور في تعز كورقة يمكن أن تثبت أنها هي الحكومة الشرعية المتواجدة التي يجب أن يتخاطب عنها المجتمع الدولي، لكن ما يدور في المجتمع الدولي في رقعة المجتمع الدولي هناك صورة منقوصة تدور أن هذه جماعة، يعني هذه الصورة المنقوصة التي لدى المجتمع الدولي أن هناك جماعة حرمت من حقها في المشاركة السياسية وبالتالي تمردت على الدولة، هذه الصورة المنقوصة يجب أن تصل أولا من خلال يعني الطرق الدبلوماسية، الوسائل الدبلوماسية والحراك في الأمم المتحدة وما إلى ذلك. أيضا في المقابل يجب أن يتم معاملة تعز كورقة مثل ما يتعامل معها الحوثيون وعلي عبد الله صالح في هذه المرحلة. بالأمس كنا نتحدث مع أحد أبرز قيادي المقاومة في محافظة تعز فتحدث أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة بعد أن تم شراء دبابتين، يعني تخيل أن المقاومة تشتري دبابتين، سمحت يعني تم يعني الحصول على إحدى الدبابات بينما الدبابة الثانية من الذي قام بحجزها؟ تخيل أن يقوم قائد المنطقة الرابعة بحجز هذه الدبابة الثانية التي تم شراءها حتى هذه اللحظة، يعني نتحدث عن قائد منطقة عسكرية يتبع الدولة ويفترض أن يكون هو المساند الأول لقضية تعز يقوم بحجز دبابة ومنعها من التحرك إلى محافظة تعز لمساندة المقاومة هناك. هذه ربما التفاصيل الصغيرة هي مرهقة للأسف، لكنها في المقابل أيضا هي التي يجب أن تحضر لدى الدولة، لدى الحكومة، لدى وزراء محافظة تعز الذين يتخاطبون مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية حتى هذه اللحظة ينظر إلى تعز يعني بنظرة أقل مصداقية إذا جاز لنا التعبير في ذلك، في حين أن المقاومة في تعز أثبتت أنها تتحرك بجهود فردية واستطاعت أن تصنع هذه الورقة الضاغطة حتى هذه اللحظة، استطاعت أن تحرك الأمن الناس، استطاعت أن تثبت أنها متواجدة. إذن ما الذي ينتظر من مقاومة تعز في حين أن رئيس الجمهورية يعني قالها بالحرف الواحد أننا سنعطيكم البندقية وأنتم تصرفوا؟ يعني هذا منطق ليس منطق الشرعية التي نقف معها في هذه اللحظة. أعتقد أن الشرعية التي نقف معها في هذه اللحظة مطالبة بأكثر من ذلك، مطالبة بالوقوف إلى هؤلاء الناس الذين وقفوا معها. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم وكذلك الزميل محمد القاسم في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير.